السلام الله عليكم، مرحبا بكم في قناة كارمن جوليا قارئة التارو والكوتشينا. إذا كنت الأول مرة تشاهد الفيديو بتاعنا، نطلب منك فضلا وليس أمرا أن تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد منزل في القناة. فنرحب بالمشتركين الجدد والقدامى بتاعتنا، تحياتي لهم كثيرا. النهاردة عندنا توقعات رسائل الحبيب لك أو لك أو الحبيبة لك. والله بدأت، ما إنه في رجالة أصبحوا يشاهدوا الفيديوهات، فلازم أني أتعود أني أخاطب الرجالة كمان. تمام. أنت في علاقة منفصلة أو في علاقة مع أي حد كده، أو أنت في علاقة مع ست أو منفصل مع واحدة، هنشوف يعني طاقة الإنسان ده أو الإنسانة دي. بماذا تفكر الآن؟ وهل تفكر فيك؟ رأيها فيك، وجهة نظرها في الوضعية اللي انتم فيها. تمام. هيكون الاختيار حسب أول حرف من اسم الطرف الثاني بتاعكم. الأحرف هتجدونها في صندوق الوصف، أو المجموعة الأحرف في صندوق الوصف، أو الحجر الأخضر ده هنحطه هنا، المجموعة الثانية الأحرف تحت في صندوق الوصف، وفي نفس الوقت عين حورس دي. تمام. نبدأ على بركة الله إننا نشوف الطاقة العامة بتاعتكم. الطاقة العامة بتاعتكم هتقول عليكم إيه؟ طاقة العلاقة بتاعتكم حاصل فيها إيه دلوقتي؟ ماذا حصل في الماضي وماذا يحصل دلوقتي في العلاقة ما بينكم؟ بعدين هنحلل ببعض الكروت تفكيره كذا كذا كذا، ولا ربما في الكروت دي كلها يظهر لنا ما هو الجديد. تمام. غالبا طاقتكم انتوا الاثنين، طاقة العلاقة هنا زي ما نشوف انفصال، زي ما نشوف هنا في انفصال ما بينكم، او في برودة في العلاقة، خاصة حتى ولو كنتم متجوزين في نفس البيت، في انت بتنامي لوحدك هو بينام لوحده، يعني في ابتعاد الجسد وابتعاد القلب وابتعاد التفكير الاثنين. تمام، علاقة منفصلين، علاقة باردة، متباعدين، او لربما انت في بلد هو في بلد. تمام. الكروت بتقول ايه؟ انتوا الاثنين بتفكروا بنفس الطاقة، لكن ليس بنفس نوع الطاقة. هتقولوا لي ازاي؟ انت بحد ذاتك بتفكري على انه العلاقة بتاعتكم كانت كويسة، ولكن فجأة تغيرت الاحوال. العلاقة هنا زي ما نشوف هنا سحب اسود، وهنا ضوء الشمس. تغيرت العلاقة لدرجة انكم دلوقتي زي ما نشوف هنا مفيش تقارب ما بينكم، مفيش كلام ما بينكم، مفيش حتى فهم ما بينكم، وعندك غالبا شك، خاصة للمتزوجين عندك شك انه عندكم يا اما سحر طيار، يا اما سحر علوي، او شك انه في سحر معمول لك انت، وعشان كده اذا كنت انت في علاقة مش متزوجة يعني عاملين لك سحر عشان ما تتجوزيش. وانت دلوقتي بتدوري على، عاوزة تكتشفي ما هو سر وراء انفصالكم او تباعدكم او برود العلاقة، او اذا كنت مش متجوزة مع الرجل ده ايه سبب علاقاتك الفاشلة دايما. انتم دايما في الطاقة دي،
الستات. الطرف الثاني بتاعكم غالبا الإنسان ده زي ما نشوف الكارت هنا، إنسان متقلب المزاج لربما ثنائي القطب، إنسان قاسي بالكلام بتصرفاته بكلامه، ولا ربما جرحكم بكلام لحد دلوقتي لم يلتحم الجرح ده وأذاكم كتير جدا الراجل ده. إذا كنت راجل بتتفرج، الست دي أذتك كتير جدا بالكلام، حتى بعض الرجالة زعزعت نوع من الرجولة بتاعتكم. بس في نفس الوقت اللي انتي انتم، هقول انتم عشان ما اقعدش راجل وست، انتم سواء كنت راجل ولا ست، انتم عايشين في ذكريات الماضي والحاضر اللي مش عاوزين تتخطونه بسبب الانفصال ده اللي انتم فيه، او برودة العلاقة، او المشاكل اللي انتم فيها دلوقتي مع الطرف التاني بتاعكم. موازاة لكم طاقة الطرف التاني بتاعكم غيركم، غير طاقتكم انتم، شايفكم ناس نكديين بيجرحكم بالكلام، الطرف التاني بتاعكم بيجرحكم بالكلام، يشوفكم نكديين، يتصرف معكم تصرف يعني بيتجاهلكم تجاهل، المتجاهل دي ده يعني بأتم معنى الكلمة وبكل حروف كلمة تجاهل، وغالبا حتى يعني أذاكم لفظا، يا إما بصور يعني بشكلك أو شكلك أو رجولتك أو أنوثتك، تأذيته كتير جدا. وفي نفس الوقت هو عايش حياته بأتم معنى الكلمة، غير مركز، نفس التركيز اللي انتم مركزين عليه، وعايش حياته تلقائيا، بس انتم وقفتم التفكير في المستقبل وقاعدين مركزين في الانفصال ده أو برودة العلاقة أو اللي حصل لكم مع الشخص ده مع الطرف الثاني. هو زي ما نقول إحنا مهتم بشغله، يعمل علاقات اجتماعية سواء حب سواء صداقة سواء أي حاجة، لكن هو مركز كثيرا في العمل، المال، التعرف مع أشخاص جديدة، عايش حياته بكل طلاقة وبكل راحة نفسية. دي طاقة العلاقة ما بينكم، طاقتكم أنتم وطاقة الطرف الثاني. تمام. دلوقتي هنحاول نشوف الطرف الثاني بتاعكم ده ما هي مشاعره من ناحيتكم حاليا، أو هل يفكر فيكم حاليا؟ للأسف زي ما قلت لكم الإنسان ده، الطرف الثاني بتاعكم ده، شايفين هنا 5 أعمدة وهنا 4 أعمدة، شايف إنكم أنتم السبب في خراب العلاقة ما بينكم، يعني مشاعره من ناحيتكم مشاعر اتهامات، مشاعر لوم، مشاعر إنه كل الحاجات السلبية اللي حصلت في العلاقة أنتم سببها، فمشاعره دلوقتي منعدمة للأسف من ناحيتكم. طب ليه كل ده؟ ليه بيحس بالإحساس ده؟ لأنه إنسان ما بيحبش المشاكل، ما بيحبش الرغي كتير، ما بيحبش الطرف التاني ده، ما بيحبش الرغي كتير، ما بيحبش المشاكل، ودايما عنده رغبات إنه شايف نفسه هو الذي يلبى له طلباته وليس أنتم. دايما يتصرف تصرف المراهقين على انه هو الاجمل، هو الاحسن، هو كل حاجه، لكن انتم دايما ولا حاجه.
طب هل كانت مشاعره في الأول للعلاقات العاطفية مش المتجوزين، هل كانت علاقته في الأول علاقة حب حقيقي؟ ديروفنت، استغفر الله، the seven of pentacle، the six of pentacle عفوا، the two of cups. في الأول الإنسان ده كان عنده إعجاب بيكم، ولا ربما في أول الملاقات بتاعكم كلمكم أو حسسكم إنه إنسان كويس وإنسان عاوز يرسم علاقته معاكم، خاصة للي هم يعني في علاقة عاطفية، عاوز يرسم علاقته معاكم وعلى إنه إنسان حنون وإنسان بيسمع لك، هو الكتف الحنين اللي تحط دماغك على عليه وتنسي همومك وكذا 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 وكذا. لكن هو دايما بيتصرف بالتصرف ده ليجذب له من هو أضعف منه، زي ما نشوف الغني ده يتصدق بالفلوس على المحتاجين دول، تمام؟ يعني مركز قوة. هو دايما بيحسس في العلاقة أولا إنه زي ما قلت لكم ملك فوق الأرض، عندما يتمكن يتمسكن، يتمكن خلاص يبدأ يظهر وجهه الحقيقي. ليه؟ لأنه عرف نقطة ضعفكم أنتم، وبدأ يتصرف بيها بكم زي ما هو عاوز، إداكم كل الحنية والحب في الأول. بعد ما ضمن حبكم ليه بدأ يتصرف معكم زي العبيد كده أو زي الجواري كده، تمام؟ للأسف، وأعتذر عن كلامي، الكروتية بتقول كده. للي هم متجوزين، ايه سبب الانفصال او برودة العلاقة ما بينكم؟ سبحان الله، كارتين مع بعض، the page of wands with ten of swords. عند الشاريو ten of swords هنا تؤكد 100% إنه اتعمل عمل عشان يفرقوا ما بينكم. في حد، في طاقة روحانية مش كويسة قتلت كل حاجة حلوة ما بينكم انتوا الاتنين، ودفعت بالإنسان ده على إنه يخرج من حياتكم. زي ما شوفوا كده، الست دي قاعدة لوحدها وده أخذ العصا بتاعته وخرج، وغالبا زي ما نشوف البراعم الصغيرة هنا خارجة من الوانس ده، معناه إنه في طرف ثالث هو الذي سير مسير يعني أقدام أو خطوات الطرف الثاني بتاعكم بطاقة روحانية أردت يعني أرجعته زي العرائس الجراجوس أو الجراجيز، مش عارفين بيقولوا هذه الأراجوس، يعني الدمى اللي فيها خيوط كده، وانتم يعني يحطوا الخيوط هنا ويلعبوا يعني يحركوهم كده بالخيوط. فالإنسان ده الطرف الثاني بتاعكم مصاب بسحر لدرجة أنه أصبح عقله في تخدير تام، ويتصرف بما ينص عليه السحر اللي هو فيه على أنه يبتعد عنكم كل الابتعاد ويتبع خطوات الطرف الثالث ده، سواء يعني حبيبة أو مراته أو أحد أطراف العيلة. لكن غالبا في بعض الأحيان زي ما اشوف الراجل ده ماسك التليفون في ايده ويبص له والعربه تمشي، غالبا الانسان ده بيراقبكم بعض الاحيان، يشوفكم اذا كنتم اونلاين في مواقع التواصل الاجتماعي، او اذا كنتم مثلا نشرتم اي حاجه على الفيسبوك أو الواتساب او ستوريهات، بيتجسس عليكم من مره بعد مره. هل سيتفطن يوما ما؟ أحيي من هنا السيدة توتا أحمد الأدمن بتاعنا. هل سيتفطن إنه في طاقة سحر هي اللي فرقت ما بينكم؟ The Five of Pentacles, The Ace of Wands, and The Five of Cups. هو غالبا
بردان من شدة البرد. هو غالبا حاسس إنه في حاجة محتاج لها، حاجة فقدها، لكن من شدة تأثير، زي ما شوفوا التلج هنا مأثر على الناس دول، من شدة تأثير السحر ده عليه، يعني حاسس نفسه زي ما لو كانت روحه سجينة جسدها، مش قادر يتصرف. ليه؟ لأن الطرف الثالث هنا يعني يجدد السحر ده المعمول. زي ما بنعرف إحنا السحلية دي بتغير في ألوانها، فكل مرة يتعمل له سحر، كل مرة يتعمل له سحر. وغالبا الزوج هنا يا إما مريض مرض مؤخرا، يا إما يمرض كتير، يا إما بتحصل له حاجات مش كويسة في حياته، لأنه دلوقتي يعني زي ما لو كان عقله في غيبوبة، مش عارف هو بيتصرف ليه، لكن حاسس إنه في حاجة ناقصة. وشدة تأثير السحر ده وتكراره مش مخليه يعني ينظر إلى اللي بيحصل له ويفكر بأنه معمول له سحر ما بينكم. تمام. لو ما كانش فيه السحر ده، إيه هي الرسالة اللي عاوز يقولها لكم؟ إنه بيحبكم، إنكم أنتم العالم بتاعه، أهو إنه عاوز يدللكم، إنه عاوز لو تطلبوا يعني إنه يشتريكم الدنيا كلها يشتريها لكم، يجيبها لكم، أحطها لكم بين أيديكم، حتى حياته يحطها لكم بين أيديكم. فالإنسان ده بيحبكم لولا تأثير السحر ده المتكرر لكم أنتم الاثنين، أهو سبحان الله. يتذكر الماضي لكن لا يستطيع عمل خطوة، وبتكرار السحر ده ينتصر الطرف الثالث على العلاقة بتاعتكم. ما الذي يجب عمله إذا أو هل حي يجي يوم انه يتفطن للمشكله يعني مشكله الطرف الثالث ده؟ ايوه، كارت برج الدلو، كارت برج الاماني والتنظيف الطاقي. غالبا الانسان ده او الطرف الثاني بتاعكم هيحاول انه، شوفوا سبحان الله، قلت لكم جاجمنت، ربنا سبحانه وتعالى اظن الإنسان ده هيعمل حاجة أو عمل حاجة في إنسان ساعده، إنسان ده الطرف التاني بتاعكم ساعد حد، أو كان كويس مع أبوه وأمه، فعنده يعني دعوات الخير بتاع ناس عمل معهم خير، فربنا هيرجع له الخير ده بتاعه على إنه يتفطن ويبدأ إنه يصفي الأمور عنده وينظف نفسه من طاقة السحر دي. إيه كمان السؤال اللي نقدر نسأل؟ هل سيخرج الطرف الثالث من العلاقة؟ نعم، سيتفطن إنه الطرف الثالث اللي أخده هو وسبكم أنتم الحاجة الثمينة، هيعرف إن الطرف الثالث ما هو إلا يعني دخيل على العلاقة وهو اللي خربها، فحيرمي الطرف الثالث يعني يرجع لكم أنتم إن شاء الله وقدرة ربنا. تمام، نشوف دلوقتي ما هي الأبراج التي تنطبق إليها القراءة 100%، 80%، 60%، 70% أو 50%. أبراج الطرف الثاني بتاعكم: 100% برج الأسد، برج الجوزاء، وبرج الحوت. 80% برج الجدي، برج العذراء، وبرج القوس. 60% برج الميزان، برج الثور،
وبرج الحمل، أما الأبراج 50% برج الدلو سرطان وبرج العقرب. نمر دلوقتي لأصحاب القراءة الثانية. اللي اختاروا عين حورس دي. اوكي، نعمل نفس طاقة العلاقة ما بينكم انتوا الاثنين زي ما عملنا مع أصحاب المجموعة الأولى. طاقة العلاقة والأحداث حاليا ما بينكم. غالبا في طاقة مطلقين هنا وطاقة ناس متزوجين وطاقة ناس عندهم رغبة شديدة على انهم يرتبطوا مع الطرف التاني بتاعهم ده اللي احنا عاملين عليه القراءة. طاقة انكم عاوزين البعض منكم زي ما قلت، لكن البعض التاني عاوز يخرج او مش عاوز يخرج من العلاقة وهو مهزوم، لان البعض منكم يا اما انتم منفصلين او مطلقين وحاسين بنوع من الغدر وانكم اتخنتوا وانكم اتهزمتم في ميدان كنتم ضنين نفسكم انتم المتوجين فيه درجة اولى. تمام، اهو سبحان الله، لا حول ولا قوة الا بالله. تقريبا نفس طاقة الطرف، يعني المجموعة الاولى. اثنين ثلاثة، ثلاث كروت من يعني نفس الكروت للقراءة الأولى. المهم الطاقة اللي جاية من ناحيتكم انتم شايفين انه عندكم روحانيات، ناس رومانسية، ناس عندكم يعني اتقال في الفكر، مش تقل يعني انكم ناس عندكم رزانة، عندكم يعني انتم شايفين نفسكم كده، ما بتحبوش الظلم، ما بتحبوش تحبوا من كل قلبكم، رومانسية عالية جدا عندكم. البعض منكم بحاسس انه هو روحاني وكذا وكذا وكذا، لكن في نفس الوقت شايفين، وخاصة اللي هم متطلقين، يا اما متطلقة مرتين يا اما اتطلقتي طلقة واحدة دلوقتي منفصل، يعني في برود علاقة باردة، أو طلقك مرتين وانت لازلت في بيته، أو رجعك مرتين وخايفة من الطلقة الثالثة دي لأنه في برودة في العلاقة ما بينكم. غالبا انت عندك غضب داخلي، عندك غضب داخلي ومقهورة من قلبك، لدرجة انه ردة فعلك الناس بيتهموك على انك مش متزنة في عقلك، مش واعية، ما عندكش كرامة، كذا كذا، وكل الكلام ده يقطع فيكي من الداخل يعني إلى قطع متشتتة. ولربما سمعتي من الطرف الثاني بتاعك نفس الكلام، بس انت في حد ذاتك بتشكي انه في سحر عمل لكم، واللي هم في علاقة ان عندك سحر انت عدم الزواج، او اذا انت في علاقة ربما مع الطرف التاني بتاعك والطرف التاني بتاعك متزوج، فاكرة انه امه او مراته او نسائه وزوجاته واحدة منهم عملت سحر وكذا وكذا وكذا. الطرف التاني بتاعكم يا اما في فرق سن ما بينكم، يا اما انت مسلمة هو مسيحي، اما انت مسلم وهي مسيحية، او جيتان زي بيقولون بالعربية.
اكتبوها بالعربية تحت، نسيت كلمة جيتون بالعربية. الغجر، أيوة الغجر، أعتذر. إما هو أنت غجرية أو هو غجري وأصله غجري، أو أنت مسلمة أو حاجة زي كده. في فرق شوية غريب ما بينكم، فرق في السن، في مكان تواجد، في الديانة، في العقيدة، في كل حاجة. الإنسان الطرف التاني بتاعكم ده أولا يعني بيؤمن بالأسحار والحاجات دي، وهو دلوقتي بيفكر انه علاقتكم كانت علاقة كويسة، وانت كنت احسن واحدة كان عاوز يختارها انها تكون زوجته، او اختارها انها تكون زوجته. لكن بيفكر وعاوز يعرف ايه السبب الحقيقي في الانحراف او عدم التوازن اللي وصلت ليه العلاقة. مش فاهم. انتي عندك تفكير، وصلتي لنقطة بدون دليل. البعض عندكم أدلة انه في سحر، الطرف التاني ما وصلش لدليل، ما وصلش لفكرة، لكن عاوز يعرف ايه هو السبب الحقيقي في تحول العلاقة من علاقة كانت كويسة الى اللي قالت عليه دلوقتي، وعاوز يلقى الحل او المفتاح اللي هيخرجه من التوهان اللي هو فيه. من ناحية بيفكر في علاقتكم بجدية، إذا كنتم في علاقة حب أو في جوازكم بجدية، لكن في نفس الوقت عايش في دوامة بسبب ما يحصل ما بينكم، فعاوز يخرج بحل ما يأذيش العلاقة، وفي نفس الوقت يعني يرجع العلاقة زي ما كانت في الأول. غالبا البعض منكم عايشين علاقة ثلاثية، انتم مع الطرف التاني بتاعكم وفيه أطراف أخرى، علاقة رباعية أو علاقة ثلاثية، والطرف التاني بتاعكم شايف انه من أكتر، يعني لما أكتر العلاقات في حياته أصبحت حياته ملهاش أي طعم، وشاكك انه فيه واحده منكن عملت سحر ده، انه في سحر اتعمل عشان تخرب له حياته من اللي كانت عليه للي قالت عليه دلوقتي. تمام. نشوف دلوقتي الانسان ده حيثيات بتاعه. هل يفكر فيك حاليا؟ هل يفكر فيكم الطرف الثاني حاليا؟ نعم، وزي ما قلت لكم في فرق سن ما بينكم، او فرق في مكان التواجد، او حاجه زي كده. مشاعره ليكم الإنسان ده بحد ذاته في تصرفاته، مرة تحسوا بيحبكم، مرة تحسوا ما بيحبكمش، مرة يغزلكم، مرة يكون لسانه زي السكينة كده اللي تقطع القلب. وغالبا البعض منكم تشتغلوا مع بعض، أو أنتم في شراكة مع بعض، أو ساعدته بفلوس عشان يفتح مشروع أو حاجة زي كده. فمشاعره بالنسبة له، مشاعره ليكم أنتم متأرجحة. حتى هو في حد ذاته يتساءل لماذا مشاعري أنا مرة كويس مرة مش كويس معاها، لا نفع في العلاقة دي، لكن بعض الأحيان أكون سليط اللسان بعض. يعني هو في حد ذاته مش عارف مشاعره من ناحيتكم. ليه؟ أولا الإنسان ده
من كتر المشاكل اللي حصلت ما بينكم مؤخرا، ملاسنات وتدخلات أطراف عيلتك أو عيلته هو، إذا كنتم في علاقة ربما أخوك شافك معاه أو حاجة زي كده وبدأت الملاسنات، أو هو ابن خالك أو ابن عمك وتخطبتم وفسخت الخطوبة ما بينكم. الإنسان ده يعني الأحداث دي كلها يعني زي ما لو نقول صدمته ودفعته على إنه يركز أكتر على عمله والجانب المادي، على إنه يركز في مشاعره ليكي أو لسبب الحقيقي في تزعزع العلاقة ما بينكم. تمام. هل زي ما أنت بتفكري في طاقة سحر هنا؟ غالبا البعض منكم في علاقة أم أف، عفوا أعتذر، البعض منكم يا إما أجهضتي يا إما توفي لك أحد الأبناء أو أحد البنات اللي عندك، ولربما البعض عمل عمليات جراحية، فأنتي بتعاني وتعبانة جدا ودايما عندك شك إنه فيه طرف تالت عمل السحر وكذا وكذا وكذا. الطرف التاني بتاعكم اللخبطة اللي في دماغه دلوقتي وتركيزه في شغله مش سايبه إنه يركز في السبب الحقيقي في تدهور العلاقة، بل يركز على سعادته هو شخصيا وليس سعادتكم أنتوا الاتنين. يعني يتهرب من المسؤولية ويتهرب من الواقع اللي هو عايش فيه. فالسبب الحقيقي في يعني هل في سحر في العلاقة هنا؟ الكروت بتقول نعم، وحنتأكد مرة تانية اهو في سحر هو اللي دمر العلاقة ما بينكم انتوا الاتنين. وزي ما نشوف هنا فوق في تعبان كده خارج من الكبس ده اهو، ثعبان هنا وتنين هنا، يعني في طاقة أسحار متعددة هي اللي كسرت العلاقة ما بينكم أو أفسدت العلاقة ما بينكم، وهو عنده إحساس بذلك. هل سيحاول التأكد من هذه المعلومة؟ الإنسان ده غالبا زي ما قلت لكم يتهرب من المسؤولية، فيروح مركز حياته كلها في الشغل، في الفلوس، في عمل علاقات سون لوندومان، يعني علاقات ليس لها مستقبل، عشان يهرب من الواقع اللي هو عايش فيه. فمش هيحاول إنه ينزع سحر أو يتحقق من وجود سحر أو حاجة زي كده، شخصيته كده يعني يتهرب من كل مشكلة بتكون حاصلة، سواء في حياته الزوجية أو العاطفية أو علاقته مع أي حد، سواء زميل شغل، أو دايما يتهرب، لا يحب المواجهة. تمام. طب لو ما كانش السحر ده موجود ما بينكم، أو اتعمل لك أنتي عشان ما تتجوزيش، أو عمل لكم سحر عشان تتفرقوا، إيه كانت أو ماذا ستكون مشاعره الحقيقية من ناحيتكم الطرف الثاني؟ The Four of Cups. استغفر الله يا رب. The Eight of Pentacles. والSix of Wands. إذا ما كانش فيه السحر ده كانت هتكون مشاعره مشاعر كويسة جدا من ناحيتكم، إنسان محب، يعني عطوف وحنين،
ما يعملش علاقات متعددة، يرفض أي دخول علاقة حد يدخل في علاقتكم، كان حيكون دايما مهتم بيكم يعني ماديا ومعنويا، حتى يعني لما ما يكونش معاكم كان يكون فيه تواصل ما بينكم غير متقطع أو غير منقطع. فاللي بيحصل هنا يا إما أنتم مؤثرين بسحر يا إما أهو سبحان الله، يا إما أنتم مؤثرين بسحر عدم الجواز، يا إما عمل لكم سحر عشان يفرقوا ما بينكم. تمام. طب ما هي الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي؟ 100%، 80%، 60%، و50%. طاقة أبراج البرج الطرف الثاني بتاعكم، برج الدلو، برج العقرب، وبرج الثور. 80% برج الجدي، برج الحمل، وبرج الأسد. 60% عفوا 60% نعم، برج القوس، برج العذراء، وبرج الميزان. أما الأبراج المتبقية، برج الحوت، برج السرطان، وبرج الجوزاء. 50%. إلى هنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو، أقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى، مع السلامة.